السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على أرباحي. في هذا الفيديو سأقدم لكم موقع لارفل بوست لربح العملات الرقمية مجانا عن طريق إتمام العروض والضغط على الإعلانات وتخطي الروابط المختصرة. كذلك ستحصل على ديلي بونس يوميا والكثير من الجوائز والهدايا التي ستحصل عليها من هذا الموقع عندما تقوم بإتمام مهامك اليومية. الموقع يدعم السحب على محفظة الفوست باي وعلى جميع المحافظ الخاصة بالعملات المشفرة. وقبل البداية في الشرح، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. إذا واجهتك مشكلة يمكنك التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة في صندوق الوصف أو ترك تعليق. سأترك لكم في صندوق الوصف رابط مقال، تدخل إلى هذا المقال وستجد فيه 15 موقع إلكتروني لربح البيتكوين والعملات الرقمية. وكما قلت لكم، في هذا الفيديو سنقوم بشرح موقع لارفل فوست، ويمكنك كذلك التسجيل في المواقع الأخرى. وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة سنقوم بشرح المواقع الأخرى. بعد الدخول إلى موقع لارفل فوست، ستقوم بالتسجيل بالضغط على ريجيستر، تقوم بوضع اليوزر نيم والبريد الإلكتروني والباسورد، تقوم بإعادة كتابة الباسورد، تضغط هنا على accept يعني بأنك توافق على الشروط، وتقوم ب يعني تخطي هذه الكباتشة. فقط تكتب هذه الكلمة في هذا الصندوق وتضغط على ريجست. إذا طلب منك الموقع تأكيد البريد الإلكتروني تقوم بذلك. سأقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي، سأضغط على لوج إن، ثم سنقوم بحل الكباتشا ونضغط على لوج إن. بعد التسجيل في الموقع مباشرة ستضغط على حساب الخاص بك هنا، ثم تضغط على بروفايل، تقوم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بالفوست باي، ثم تضغط على سيف أدريسز. بعد ذلك يمكنك الربح من الموقع، تضغط على ايرنك، ومثل توجد الكثير من الطرق للربح، مثلا هنا الروابط المختصرة سنضغط عليها، فيزيت شورت لينك، ستظهر لك مجموعة من المواقع الخاصة باختصار الروابط. مثلا إذا قمت بتخطي هذا الرابط ستحصل على 160 نقطة أو 160 قطعة نقدية من الموقع، سنضغط عليه هكذا، ثم نضغط على open my short link وسنضغط على click here، ثم تخطي الكاباتشا، ثم click here to continue، وفقط تنتظر لمدة 10 ثواني. جميعكم يعرف كيفية تخطي الروابط المختصرة، ثم سنضغط هنا، وبهذا يعني حصلنا على 160 نقطة. يعني للحصول على أرباح جيدة يعني تقوم يوميا بتخطي جميع الروابط المختصرة الموجودة في الموقع. كذلك إذا ضغطنا على Earn كمان يمكنك الربح من ضغط على الإعلانات أو الـ PTC Ads. هنا كذلك يعني ستظهر لك مجموعة من المواقع. إذا قمت مثلا بزيارة هذا الموقع لمدة 30 ثانية ستحصل على 250 قطعة نقدية، وكذلك ستحصل على هذه النقاط التي من خلالها سيرتفع المستوى الخاص بك أو الليفل. كما تلاحظون أنا هنا المستوى الخاص بي صفر، هذه النقاط تساعدني في رفع المستوى، وعندما يرتفع المستوى ستزداد الأرباح يعني مثل جميع المواقع الأخرى الخاصة بربح العملات الرقمية. سنضغط هنا ثم سننتظر في الأعلى كما تلاحظون يعني لمدة 30 ثانية. بعد ذلك نضغط على click to claim ثم claim، ونقوم بإغلاق هذه الصفحة، ثم سنقوم بتحديث الصفحة. كما تلاحظون أصبح لدينا 410 قطعة نقدية. تقوم يوميا بزيارة جميع هذه المواقع لزيادة الأرباح. كذلك سنضغط على Earn Coin، يمكنك الربح من الفوست أو الصنبور المجاني. سنضغط على Claim ثم سننتظر فقط 5 ثواني، لذلك نضغط على Collect Coin Now، وأصبح الرصيد الخاص بنا 521 قطعة نقدية. يعني من خلال الصنبور يمكنك الحصول يعني ما بين 50 إلى 2000 إكوان، ونحن حصلنا على 111. سنضغط على أرنك، ويمكنك الربح من الأوفر وول أو إتمام العروض، كذلك يمكنك الربح من التاسك. هنا إذا ضغطنا على إكسترا إكوان ستجد يعني الديلي ريورد، الجوائز اليومية، هنا تجد كونتيست، كذلك الجوائز التي يقدمها الموقع. هنا اللوتري يعني عبارة عن ألعاب، وكذلك الجيم يمكنك يعني تجربتها. كذلك هنا إذا ضغطنا على ريفير ستجد رابط الإحالة الخاص بك، يمكنك استخدامه في زيادة أرباحك من الموقع، وستحصل على 10% عن كل إحالة. الآن نأتي إلى كيفية السحب. قد ستضغط على الأرباح التي لديك أو الكوان التي لديك، من ثم بالنسبة للحد الأدنى للسحب هو 150 كوان. السحب يصلك بشكل مباشر على محفظة الفوست باي. إذا قمت يعني بالسحب على محفظة عادية ستصلك الأرباح يعني في 7 أيام.
المهم ستنزل يعني تختار العملة، إما البيتكوين أو اللايتكوين أو الدوكوين. مثلا سنختار اللايتكوين، سنقوم بحل هذه الكاباتشا. ثم هنا في Select Payment Method سنختار فوست باي. طبعا نحن قمنا بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بالفوست باي، ثم نضغط على Withdraw، وكما تلاحظون يعني تم السحب. سندخل إلى الفوست باي، وهي وصلتنا يعني الأرباح بعملة اللايتكوين على محفظة الفوست باي. الموقع كما رأيتم يعني صادق جدا، وأن يمكنك السحب بسهولة تامة. فقط يعني تقوم بتخطي رابط مختصر وستصل إلى الحد الأدنى للسحب. كما قلت لكم سأترك لكم رابط المقال في صندوق الوصف، عندما تدخل إليه تجد 15 موقع لربح العملات الرقمية، وستجد رابط لارب الفوست، موقع رائع جدا لربح العملات الرقمية. وكما رأيتم الموقع صادق ويدفع بشكل مباشر على محفظة الفوست باي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. إذا واجهتك مشكلة يمكنك ترك تعليق، وشكرا على المشاهدة.